لدينا مشكلة وهو نص المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 والذي تحدث عن انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر. نص المادة أعطى مدة لانتقال العامل ولكن قيد هذه المدة بأن لا يحق له العمل لدى أي صاحب عمل آخر، وهذا التقييد سبب مشاكل وغرامات على أصحاب العمل والعمال وبالتالي إبعادهم عن البلاد. ونرى أن المشكلة هنا بتعديل هذا النص ليصبح أن لا يسمح له بممارسة العمل خلال هذه المدة ما لم يكن عند ذات صاحب العمل، وبالتالي نحمي فئة كبيرة من العمال وأصحاب العمل بعد التعديل.